يا مرحبا بالشعب العميق الأبي، مشتاق لكم كثيرا جدا هواي كلش والله. شلونكم؟ مشتاق لكم هواي هواي، وهذا الفيديو التصوير مالته راح يكون بهالصورة هاي. راح يكون الفيديو عبارة عن حل المشاكل المتابعين. واو، حتى ما أطول عليكم بالمقدمة، خلي نبدأ بالفيديو ونشوف مشاكلهم ونشوف شو نسوي وياهم. مشكلتي دوم احلم انا اركض ورا الكلب اريد اعضه. يعني اللي سامعها الاحلام دائما العالم تحلم الاغلبيه ان الكلب يركض وراها ويريد يعضهم، يعني الكلب هو يعض، بس مال انت تحلمين ان انت تركضين ورا الكلب وتريد تعضينه، هاي جديده. ما سامعه والله اول مره. يعني الحل مثل هيك وضعيه انه انت لازم تعضين الكلب، فحاول تطولين الحلم مالتك حتى تعضين. مشكلتي اي ولد اشوفه احبه واعشقه، لا فوق هذا اظل اشتري سواره وقلاده على حرف الشخص او اسمه، وحاليا عندي كل الاحرف. هلا 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 بالامكانيات، ما شاء الله، هلا بالخبره، هلا هلا بالبلاير. يعني والحسين انا من هسه انكسر خاطر على راح ياخذك، يعني ما مخلي حرف ما مر عليك، كلهم مارين عليك، ما شاء الله ما شاء الله على هاي الامكانيات. هاي مو مشكله، هذا يسمونه استفلاق. الحلوية الدوام ورمضان الدكاترة عيرقضون. عيرقضون شنو؟ شنو عيرقضون؟ هي لو يرقضون، لو دا يرقضون، لو جاي يرقضون، عيرقضون هاي العين شنو؟ عيرقضون بينا، يردون يخلصون المنهج حسبالهم قرآن ولازم نختمه. نختمه مصلاوية، يعني مليون بالمية انت مصلاوية ما دام اكو بها عيرقضون ونختمه، يعني مصلاوية. طبعا تحياتنا لأهل الموصل، بس هم لازم عيرقضون، يعني إذا ما عيرقضون ما راح يخلصون المنهج. مشكلتي طلعت مخطوبة وأنا ما أدري. شلون يعني واحد مخطوب وهو ما يدري؟ وإن شاء الله تجينا بعد كم يوم طلعين الزوجة وتهمة تدرين، وراها فترة حامل وتجيبين وهمة تدرين، شلون يعني ما تدرين؟ غشيت رمضان. غشيت رمضان شنو؟ يعني غشيت برمضان والنوب إسلامية، عافية عافية. وقلت بعد ما غش ورجعت غشيت من صاحبتي بالرياضيات وطلع الغش كله خطأ شهري. يعني برمضان وبليال القدر وتغشين وبالإسلامية ليش؟ ها؟ ليش؟ وش يهودية إنتي ملحدة؟ يعني هو الحل اللي هيك قضية إنه واحد ما يداوم برمضان، يعني حتى يمتنع عن ذنش، لأن هو أساسا رمضان مو مال واحد يداوم به. مشكلتي هي مرتبطة وهو قال لي لا تحكين ويا غيري، ما أدري كل يوم واحد حلو داخل الخاص زاد أحبك. يعني زين إذا أنت مرتبطة ليش؟ ها ليش؟ لو ما تقدرين، ها ما تقدرين أبد، يعني لازم شو اسمه، لازم، يعني ماكو اكتفاء بالشخص. يعني أنا بالمناسبة أنا شخصيا، يعني هاي قضية الارتباط وما أدري شنو، أنا هاي كلها ما مقتنع بها، وخاصة بعمر صغير. يعني أنا متأكد مليون بالمئة أنت عمرك صغير، يعني ما يتعدى 19 أو 20 سنة. هاي كارثة ومصيبة، يعني أنت ترتبطين وما أدري إيش وعدش حسابات ويطبل شو، هاي كارثة. بس هسه أوكي أنت هسه مرتبطة يكتفي، لو ما بيها مجال يعني إلا تلعبون من جوا. ابن عمتي يتحرش بي وهددني إذا أقول الأهل راح يقولهم إنه أنا عندي علاقة وياه، وأبوي ما يتفاهم وما راح يصدقني وخايفة. شوفوا هو مبدئيا أنت يعني لازم تقولين الأهلج، يعني الأبوش أو الأميش، لازم أكو واحد من أهلك يعرف بالموضوع هذا، يعني فشي منتهي من عنده. بس أنت لما تردين تقولين أو تردين تعترفين بمثل هيك شغلة أو تبينين فد شخص إنه هذا شخص مو زين، لازم يكون عندك دليل. يعني أبسط شيء مثلا تسجيل فيديو، تسجيل صوت، أو يكون مثلا أكو فد شاهد يعني ثقين بي تخليه شاهد على التحرش مالته لما يتحرش بيك. يعني هاي فد شيء منتهي من عنده، لازم يصير. اما انت تروحين تقولي لهم هيك بدون ما عندك دليل وتدرين باهلك انه ما راح يصدقون، فهاي كلش خطا انا اشوفه. فانت قدر الامكان لازم تخلين في الدليل بايدك. يعني ابسط شيء يكون تسجيل صوتي او مثلا تسجيل فيديو حتى يكون حل مشاكلك ويا صوت صفير البلبل يعود حل مشاكلنا، لان بدت علامات الشيخوخه تظهر عليك من ورا صوت البلبل. يعني هو اوكي انه انا صرت 30 جاد إذا شاء الله، بس شبيه صوت صفير البلبل يعني والله حلو.
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين. مسترجلة وأسخت بالدراسة ماكو أنوثة بي، يعني إذا طلعت بالشارع وإذا ولد باوع أتعارك وياه لو أصيح عليه، يعني هو يعني هو أوكي أنت لما تطلعين بالشارع واحد يتحارش بيت أو يباوع عليه ممكن يعني تردين عليه أو ما تخلين واحد يسوي لشي شغلات حلو، بس يعني حتى بالبيت حتى مثلا ويا زوجك أو مثلا يعني يعني حاولي شوية شوية تكون أنوثتك شوية شوية تدرجين وإن شاء الله تتطورين وتصيرين أنثى. مشكلتي أهلي كل ما أقولهم أريد أتعلم سياقة يقولون الزواج ستر للبنية أحبك، يعني هو ترى فعلا الزواج ستر للبنية، بس جاب الزواج على السياقة. مشكلتي أريد أفطر لأن جاي يكتن الجوع بس أخاف من الله يطيع حظي بالامتحانات. هلا يعني انت خايفه من الله لان عندك امتحانات، يعني اذا ماكو امتحانات تفطرين عادي.